أهلا بكل مشاهدينا. بيقولوا إن العبرة بالخواتيم، والخاتمة طبعا علامة على الطريق اللي كان الإنسان ماشي فيه طول فترة حياته. وفي ناس في الدنيا بتموت وهي بتصلي، وفي ناس تانية بتلاقيها بتموت وهي بتغني. وناس بتموت وهي بتخون، وناس بتموت وهي بتبيع وبتهادن الأعداء، وناس بتموت برضو وهي بتقول كلمة الحق في وجه سلطان جائر. في ناس بتموت على سريرها، وفي ناس ثانية ممكن تموت في المستشفى موتة بعد مرض وصراع معاه، وفي ناس بتموت وهي بتناضل، وبس مش أي نضال، نضال بصمود عشان ترسم أمل في بكرة وتثبت إن الحق بينتصر بالصبر. أكيد. سيدنا خالد بن الوليد قال: ما من موضع في جسدي إلا وفيه طعنة سيف أو رمح، والآن أموت على سريري كالبعير. مش معنى الكلام ده أن سيدنا خالد موت وحش أبدا، ولكن هو بيقول على موتة الشهادة. فإيانا أبدا نفتكر جميعا أن اللي بيموت على سريره ده بيرتاح، أو أن دي أحسن موتة، أو أن اللي هيموت في قصر ده مش هيحس مثلا بسكرات الموت، أو أن هو ده الموت في أحسن صوره وأشكاله. لأ، اللي بيموت وهو بينصر دينه، واللي بيموت وهو بينصر مبادئه وبينصر الحق والعدل، هو اللي بيرتاح في الدنيا وبيرتاح في الآخرة. أكيد. الرئيس محمد مرسي مات في الأسر وهو بيواجه السيسي وعصابته. الرئيس مرسي مات وهو واقف على رجله وبيواجه جبروت القضاء الفاسدين. الرئيس محمد مرسي مات وهو بيناصر مبادئ الحرية كلها. الرئيس مرسي مات وهو بيدافع عن بنات مصر اللي هيبقوا أمهات المستقبل، وجه الوقت اللي البنات بقت بتقول فيه إن أبائهم وأجدادهم كانوا رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة. عشت رجلا ومت رجلا يا دكتور محمد مرسي، رحمة الله عليك.